أثابكم الله وأحسن إليكم. ميم ميم شين من الوشم تقول: ما حكم تصفيق الطلبة داخل الفصل لتشجيع زملائهم؟ الذكور لا يصفقون، وإنما إذا أعجبهم شيء طيب يكبرون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي وردت به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى. إنما التصفيق من خصائص النساء. نعم.